أنا حابة اليوم أركز على موضوع الانتخابات وحقوق الإنسان، وهذا من أهم الأهداف اللي إحنا كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنركز عليها من خلال تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، بالتركيز على ما يشجع على الحكم الديمقراطي وبناء مجتمعات أكثر شمولية وضمان تكافؤ الفرص. من أهم الأمور اللي بنسعى إليها وهو تمكين المؤسسات ورفع قدرات وكوادر المؤسسات، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة السياسية والمدنية ومن خلال تبادل الخبرات والممارسات المفضلة، وأيضاً إلى تعزيز والوصول إلى اتخاذ قرارات بشكل شامل وتشاركي وتمثيلي وضمان حرية التعبير والحد من عدم المساواة. نعمل إحنا كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بالمساعدات الانتخابية على العديد من الشراكات مع مؤسسات ومنظمات وشبكات إقليمية في المنطقة العربية، ومن أهمها الشبكة العربية شبكة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان، ونعمل مع منظمات أخرى إقليمية معنية بالانتخابات وتشجيع المشاركة السياسية والانتخابية. ومن أهم البرامج اللي بنركز عليها هو تعزيز القدرات بشأن أهمية حقوق الإنسان في الانتخابات ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد الانتخابات، وأيضاً نعمل على تمكين على برامج أخرى تعني معنية بتمكين المرأة والشباب والفئات المهمشة وبناء القدرات أيضاً، ونسعى إلى تعزيز الحوار الوطني والانتخابي وبين جميع الأطراف وتثقيف الناخبين والتوعية المدنية. من بعض التحديات التي قد تواجه العمل على الهدف 16 واللي هي تقليص المساحة المدنية والمشاركة السياسية، وذلك يعني باستقصاء العديد من الفئات الذين غالبا ما يمنعون من المشاركة في صنع القرار أو المشاركة في عمليات التخطيط ووضع السياسات، وبالتالي استبعاد احتياجات هذه الفئات وأصواتهم من عملية صنع القرار وعملية وضع وعندما القيام بعملية صنع السياسات في الدول. ومن أهم هذه الفئات هم الشباب والنساء. نسعى إلى الوصول إلى مؤسسة إلى مجتمعات أكثر شمولية، وذلك من خلال كيف نستطيع أن نصل إلى مجتمعات أكثر شمولية ومجتمعات أكثر معنية بإدماج الجميع ومشاركة الجميع؟ بداية نحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية. إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية معنية بمعالجة الأسباب الجذرية والتحديات وإتاحة المساحة المدنية الضرورية للانتقال إلى مجتمعات عادلة وسلمية ومجتمعات أكثر شمولية، وهذا يتطلب أيضاً إصلاحات حقيقية في جعل المؤسسات أكثر شمولية واستجابة وفعالة وخاضعة للمساءلة، وتكون عملية صنع القرار مبنية على مبدأ حقوق الإنسان وضمان مبدأ لا نترك أحد وراءنا أو لا أحد خلف الرب. وهذا يمكن تحقيقه من خلال يأتي دور الانتخابات التي تلعب دور جدا مهم من خلال وضع مبادئ توجيهية ومبادئ محددة لمعالجة هذه التحديات، مثل بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة والشفافية وشمولية اتخاذ القرارات وضمان نزاهة العملية الانتخابية ودمج أصوات الأقليات وإدماج والمهمشين بشكل أفضل، والذي بدوره يزيد من مرونة في المجتمعات. فهاي من أهم الأمور نقدر إحنا نشبك أو نشوف وين بيأتي دور الانتخابات في هذا الموضوع. من المؤشرات التي أو الأهداف ذات الصلة لتشجيع
المشاركة وضمان الجمهورية من أهداف من هدف 16. فينا الهدف هو هدف ضمان الوصول إلى المعلومات، هدف جدا مهم، وإتاحة المجال للوصول إلى المعلومات، وتوسيع واتخاذ القرارات على نحو تكون أكثر مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي، وهو الهدف 16.7 والتمثيلية في جميع الأعيار على جميع المستويات. لأن الهدف 16.6 كمان إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة خاضعة للمساءلة على جميع المستويات، والهدف 16.9 هو توفير هوية قانونية وإدماج الجميع، وتكون بكل الجميع بما في ذلك الناس الموجودين على السجلات الناخبية. من أهم المؤشرات اللي بنقدر نركز عليها من خلال السعي للوصول إلى مجتمعات أكثر شمولية، عندنا تحقيق المساواة من خلال رسم السياسات والأنظمة. لازم نسعى إلى تحقيق المساواة بين الجميع، الوصول إلى مؤسسات فعالة برضه وتشاركية، النظر في القوانين والأنظمة وجعلها والسعي إلى عدم تحيزها، نصل إلى قرارات أكثر شمولية وتشاركية، والحد من العنف وبالأخص ضد المرأة والشباب والأقليات، وتشجيع مشاركة المرأة ووصولها إلى المناصب القيادية، وبالتالي أيضا حق الوصول إلى المعلومات بطريقة شاملة. أين دور مؤسسات حقوق الإنسان في هاي العملية، وخصوصا في بخصوص موضوع الانتخابات؟ هل هي من أبرز حقوق الإنسان، مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية من أبرز الهيئات الوطنية المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان، وذلك لأنه المسؤولية خاضعة تتعلق بتعزيز الحقوق المتعلقة في المشاركة في الانتخابات ودورية وحرية ونزاهة العملية. تلعب مؤسسات حقوق الإنسان دور كثير مهم في التوعية وتعزيز المشاركة وتثقيف عامة الجمهور، وذلك تثقيفهم بحقوقهم الانتخابية والسياسية وأهمية مشاركتهم. وأيضا هناك دور برضه جدا مهم ممكن أن يكون هو تقديم المشورة أو تقديم هي المشورة أو الأدفايس للجهات المعنية، سواء كانت الحكومة أو البرلمانات أو المؤسسات المعنية بإدارة الانتخابات الهيئات الانتخابية. أيضا ممكن لمؤسسات حقوق الإنسان تلعب دور في معالجة عدم المساواة والتمييز بجميع أشكاله، وعملية والجزء المهم اللي يعني موجود عندنا اليوم اللي هو جمع البيانات وتحليلها وجعلها أكثر شمولية، وبالتالي كمان رصد أو ممكن يكون منع العنف، وهذا يكون بشكل إنذار مبكر أو الوقاية من حدوث العنف، وذلك بما يخص الانتهاكات والعنف المحتمل بما يخص حقوق الإنسان. وهذا بالأهم يعني الفئات المستضعفة، فممكن يكون في زي مراقبة أو رصد للعنف والمحاولة إلى منعه أو عدم حدوثه. ونسعى أيضا كمان ضمان مشاركة الفئات الأكثر ضعفا أو الأكثر تهميشا في المجتمعات، وهي من خلال مشاركة حرة وضمان مشاركتهم ووجودهم في العملية بشكل شامل. إذا حاولنا نشوف حقوق الإنسان في الدورة الانتخابية بشكل عام، زي ما إحنا ممكن عارفين إن الدورة الانتخابية هي دورة شاملة، ما يكون التركيز فقط على ما هو معني باليوم الانتخابي او يوم الاقتراع. اذا بدنا نطلع على الدوره بشكل عام وهي ما قبل الانتخابات واثناء الانتخابات ومن بعد الانتخابات، هناك الكثير من الامور والكثير من المحاور اللي ممكن لمؤسسات حقوق الانسان النظر اليها والتركيز عليها خلال عمليه الرصد، وبالاخص هنا انه نجعل عمليه الرصد هي عمليه مستمرة وشاملة وغير معنية فقط باليوم الانتخابي أو يوم الاقتراع. إذا حكينا إذا مسكنا فترة مثل ما قبل الاقتراع، الفترة اللي هي بتكون قبل يوم الاقتراع، هنا من
هنا من أهم الأمور هو تسجيل النخب، هو الإطار القانوني. إذا بنطلع على الوضع، الإطار القانوني مؤسسات حقوق الإنسان تلعب دور كثير مهم بما يخص الإطار القانوني، وذلك بالنظر في العديد من القوانين والدستور والقوانين المعنية، النظر في طريقة تسجيل الناخبين، تسجيل الأحزاب السياسية، النظم الانتخابية، وكمان بنقدر بالتالي بيكون فيها دور كثير كبير في تقديم المشورة للمؤسسات ذات الصلة، وهي المؤسسات المعنية منها البرلمانات ومنها الحكومة ومنها هيئات الانتخابات. وبما يخص في المتطلبات القانونية المعنية بحقوق الإنسان بقوانين حقوق الإنسان الدولية، وبالنسبة للمشورة للإدارات الانتخابية احنا أمامنا دقيقة أو دقيقتين. أوكي. فنقدر إذا بنطلع عليها بتفصيل، إحنا بالمختصر هاي الدورة بيكون في بكل محور من المحاور أو بكل مرحلة من مراحل الدورة الانتخابية في العديد من الأمور والنشط من الأمور التي ممكن النظر فيها وأخذها في عين الاعتبار في عملية الرصد. أما بالنسبة لعملية جمع البيانات، فبرضه من المهم جدا التركيز على عملية جمع البيانات، وهو أمر ممكن تحقيقه ولكن يحتاج إلى التركيز والتشارك. هلا هذا الأمر يحتاج لاستثمار كبير في جمع البيانات وتصنيفها، وبالتالي أيضا يحتاج إلى توسيع دائرة التشارك والدائرة اللي ممكن نشتغل فيها باستكشاف شركات جديدة بين المؤسسات المعنية مثل دائرة الإحصاء والعمل معهم تفضل الأستاذ علاء، العمل على نهج تشاركي بجميع من هو معني بجمع البيانات وتحليلها، وكذلك القطاع الخاص والمنظمات الدولية، وكله بيهدف لتحقيق ولقياس مدى تحقيق وتنفيذ الهدف 16 من ضمن